ومرحبا بكم معنا مشاهدينا في برنامجكم الأسبوعي بين قوسين. نطرح بين قوسين لهذا الأسبوع مستقبل الوظائف حتى العام 2040. لماذا نختار هذا التوقيت وهذا المدى الزمني؟ الحقيقة يعني تظهر على السطح في الآونة الأخيرة الكثير من التحديات المتعلقة بسوق الوظائف، متغيرات كونية لا يستطيع حتى أكثر الروبوتات ذكاء أن يستشرف من خلالها كيف ستتغير الكثير من الوظائف حول العالم. أتحدث بالتأكيد عن جائحة كورونا وما تلاها من تغيرات واضحة وهيكلية في سوق العمل، ثم ما يمر به العالم من أخطار الركود الاقتصادي، نتحدث عن طبعا توترات سياسية وغيرها الكثير. أين يتجه سوق الوظائف حتى العام 2040؟ الحقيقة وقع بين يدي تقرير جميل جدا، استشراف لمستقبل الوظائف حتى العام 2040. لاحظت وظائف تظهر على السطح، وظائف ربما ستنتهي، ووظائف ربما هي على وشك. فهل سنلحق بهذا السوق الجديد قبل أن نخسر وظيفتنا الحالية وفرصنا الآنية؟ معي للحديث في طبعا أبرز ما جاء في هذا الملف الدكتور سليمان محمد الكعبي، وهو الرئيس التنفيذي لمؤسسة استشراف المستقبل في أبوظبي. أهلا ومرحبا. مرحبتين سيدرا. الحقيقة يعني موضوع كلمة استشراف مش سهلة، ونعتقد أنه الإنسان مهما بلغ من الذكاء لا يستطيع أن يعلم في الغيب. أكيد. هذا عالم الغيب. لكن إلا ما تتكون في هذا العلم الخاص آليات وأدوات خاصة تستطيعون من خلالها أن تستشرفوا على الأقل في سنوات قليلة قادمة. صحيح. فما بالك لما يكون عندك تحديات الله أعلم من وين جاءتنا. صحيح. يعني من كورونا وغيرها، فكيف تستشرفون المستقبل ووظائف المستقبل؟ أوكي. طبعا هي مش كرة سحرية، هي عبارة عن تقنيات أثبتت علمية في كثير من الجامعات الموجودة العالم. لكن خلينا نأخذها ببساطة، يعني أي خطة أو دراسة معينة نبي نستشرف مستقبله نتبع لها مجموعة خطوات. من ضمن الخطوات اللي هو طبعا الاستعداد للدراسة، الأهداف الدراسة، الميزانية، من وين نبحث عن المعلومات، هاي أساس رئيسية فقط هنسميها فريمينج أو التأطير الرئيسي للدراسة. لكن النقطة الثانية اللي هي الأهم أو الخطوة الثانية اللي هي التوجهات والمحركات المحلية والعالمية. ما هي المحركات الموجودة في العالم اللي ممكن تأثر على مستقبل مثلا الوظيفة، أو ممكن تأثر على مستقبل وجامعات دولة معينة، دراسات معينة أو مخرجات تعليم معينة؟ نعم، احنا نسميها محركات أو توجهات عالمية تأثر على مستقبل دراسة ما. فاحنا نحاول نجمع أكبر قدر ممكن المعلومات عالميا ومحليا، ومن ثم أيضا نقوم بخطوات معينة عشان نفلترها نغربلها لين ما نصل ل أهداف. نعم. أنا حقيقة طلعت على التقرير جميل جدا ومصنف الوظائف بطريقة يعني كثير سلسة، لكن سألتك قبل تسجيل البرنامج وأخبرتني أنه التقرير اعتمد على تقارير أخرى وأبحاث، وكان في 2018 وأنتم تحتاجون إلى تحديثه بعد ما طرأت عندنا مستجدات على رأسها طبعا جائحة كورونا واللي خلقت نوع وظائف العمل عن بعد وغيرها الكثير. طيب، من 2018 واليوم احنا نتحدث في 2022، ما هي نوعية الوظائف التي كانت على سطح الكرة الأرضية، ومن التي فعلا ما عاد لها وجود الآن؟ شوفي، يعني الإشكالية في الوظائف انها مرتبطة ارتباط كبير في المهارات، يعني ما نقدر نفصل الوظيفة عن المهارة. إذا أنا حاب أني أصل لهدف معين أو أحصل دخل معين لازم أطور مهاراتي قبل البحث عن وظيفة. فهي الارتباط الرئيسي سواء كان اختفاء الوظيفة اليوم أو المستقبل بناء على مهارتك أنت، أو بناء على المهارات اللي يتطلبها سوق العمل. إذا سوق العمل يتطلب مهارات البرمجة الثلاثية الأبعاد، مثلا ألعاب الثلاثية الأبعاد، فانت مضطر انك انت تطور مهاراتك في هذا الجانب اذا انت عندك شغف فيها طبعا. نعم. وبالتالي تقدر تحصل وظيفه معينه او تقدر تحصل دخل مالي من تلك الوظائف. نعم. الوظائف بشكل عام، يعني اذا شفنا التقارير الموجوده حاليا خاصه المراكز المعنيه بالتوظيف، اطلع مجموعه تقارير سنويا مثلا 2022، خلينا مثلا اندكس او انديد او كثير من الشركات هاي المتخصصه في الوظائف، بنشوف بعض الوظائف اللي هي متشابهه
تم طلبها بكثافة عام 2022. نعم. اللي هي مثلا الوظائف اللي متعلقة بالرعاية الصحية. طبعا عشان سبب الكورونا. وهاي الوظائف كانت قبل كورونا من ضمن الوظائف اللي يتوقع أنها تختفي. على المدى متوسط المتوسط المدى والبعد. نعم. بسبب الأتمتة. مثلا كان يقترحون ان في اجهزه معينه هي تكشف على الجسم وبالتالي تحدد المرض، نوع المرض وتحدد الدواء. صح. لكن الحين لا، الطبيب لوحدهم، بعدين الكادر التمريضي. قبل يعني في اشياء خاصه في كورونا ما كانت محتاجه لطبيب، محتاجه الى ممرض فقط يقيس الحراره وياخذ مؤشراتك الاوليه. وفعلا كان في يعني منتدى الاقتصاد العالمي ذكر انه هذه من الوظائف اللي حتختفي، وحصير دوائك يجي بحسب عينه دمك وجيناتك على جوجل، انت تبحث وتروح تاخذ. لكن اكتشفنا العكس. نعم. ونفس الشيء في وظائف قبل كورونا يقترح انها بتظهر بعد 10 سنوات او 20 سنه، احنا نقول بعيده المدى، لكن ظهرت نفس اللحظه، ظهرت في نفس اللي هي العمل عن بعد مثلا. صح. العمل عن بعد كان يتوقع تظهر بعد 5 سنوات او 10 سنوات. ما كنت اتوقعها انا اني اشتغل مذيعة من بيتي، تخيل. شفتي؟ وهذا الزامي صار. يعني ومن ضمن ايضا المجالات اللي او الوظائف اللي الحين تم التركيز عليها المجالات المتخصصه بالامن السيبراني. نعم. الحين كل شيء مرتبط في كل شيء، الأجهزة مرتبطة مع بعضها البعض من خلال الإنترنت، وإذا الإنترنت مرتبط بأجهزتنا معناته في فرصة للاختراقات، وفي وجود فرصة للاختراقات معناته نحن محتاجين حماية. نعم. الحماية هاي اللي هي من خلال الأمن السيبراني. طيب خلينا أرجع، لأنه يعني الناس تعتقد أنه أنا خصصت الحلقة أتكلم عن الموظفين مش عن الوظائف، وهذا طبعا أكيد بهمنا. الموظفين بمعنى انه انت ما راح تخسر وظيفتك، لانك ذكرت في كلامك انت لازم تنمي مهاراتك وتشوف. صح. سوق العمل. خلينا نتكلم على الوظيفه اصلا، يعني انا ما اعتقد انه العالم حيستغني عن وظيفه المعلم، لكن ممكن يتم تقليص اعداد المعلمين في العالم. ما اعتقد العالم بيستغني عن وظيفه مدرب قياده السيارات، لكن ممكن نشوف اعداد اقل. طيارين نفس الشيء، ما راح نستغني عنهم لكن ممكن نشوف اعداد اقل. معناته هون ما نتكلم عن مهن راح تختفي ولكن حيقل الطلب عليها او اعاده تشكيلها بطريقه اخرى. زين. التقرير ذكر شيء جميل ومتفائل الحقيقه، انه كما سنخسر عدد معين انت حتخبرني عنه من الوظائف بسبب الاتمته، الاتمته حتضيف اعداد مضاعفه اكثر منها اذا ما يعني لحقنا بالمهارات والسكيلز المطلوبه. احنا حاليا في عصر الثوره الصناعيه الرابعه. البشرية مرت 3 ثورات صناعية كبرى، الأولى والثانية والثالثة. كل ثورة من الثورات الثلاث لها محفزات مثل الآلة البخارية أو الزراعة أو الحاسوب. مثلا الثورة الصناعية الثالثة اللي هو المحفز الرئيسي ظهور الحاسوب، وظهر بشكل تجاري للأفراد اللي كان يتوقع أنه فقط للشركات، ظهر للأفراد. مجرد أن الحاسب الآلي نزل السوق كثير من المسميات الوظيفية أو الوظائف اختفت. ليش؟ لأن الحاسب الآلي حلها، خاصة اللي هو عملية الحساب أو عملية الرابط. نعم. هاي. لكن بنفس اللحظة يمكن 3 أو 4 أضعاف الوظائف اللي اختفت ظهرت. ويعني مثلا اختفت 3000 وظيفة مثلا مسمى وظيفي، ظهر بداله مثلا 15 مسمى وظيفي ما كان موجود. نعم. وهذا اللي بيصير حاليا احنا الحين في العصر في الثورة الصناعية الرابعة. الثورة الصناعية الرابعة لها مجموعة محفزات مثل الذكاء الصناعي وإنترنت الأشياء وغيرها. نعم. بعطيك مثال بسيط جدا، الميتافيرس مثلا. نعم. اللي هو حديث الساحة حاليا. الميتافيرس هو عبارة عن تقنية موجودة اليوم لكن حديثة تماما، قاعدة تتشكل. تخيل. صح. ان انت تمشين بتقنية قاعدة تتشكل، ما نعم. ما بنعرف كيف يكون مستقبلها. فمثلا وهاي مثلا احنا عليها طلب من حكومات. صح. وبشكل عام شركات او حكومات. زين، شو نوعيه الوظائف اللي ممكن تخدم هذا التوجه؟ نعم. اللي هو الميتافيرس. قطاع الميتافيرس مثلا مصممين العاب الكرتون، مصممين الثلاثي الابعاد. بتظهر وظيفه اسمها مدير مجتمع الميتافيرس. نعم. مدير اداره خاص الميتافيرس. السرد القصصي، السرد القصصي اساسا كان مطلوب. صح. حاليا في الميتافيرس بيكون مطلوب اكثر، لان الميتافيرس عباره عن مجموعه عوالم. نعم. كل عالم لها قصه، فكيف انا اسرد هذه القصه؟ نعم. فبهذه الطريقه احنا نشوف شو التوجهات الموجوده اليوم
وبناء عليها انا اقدر اكتشف شو الوظائف في المستقبل. طيب خلينا نحصر عدد الوظائف، يعني انتم ذكرتوا في التقرير 157 وظيفه موجوده حاليا، يعني حتكون شائعه في عام 2040. الرقم مذهل، يعني 157 وظيفه جديده. طبعا اكثر الحين بكم. الحين أكثر أكيد. خلينا نبتعد عن عالم الرقمي وعالم الديجيتال لأنه مخيف لبعض الأجيال وبعض الأعمار، ويقول لك أنا إيش دخلني، أنا طبيعة عملي هي في الاتصال المباشر مع الأشخاص، أنا طبيب نفسي أو أنا معالج روحاني أو أنا مثلا يعني معالج فيزيائي، مع أنا إيش بستفيد من كل هذه التكنولوجيا، إحنا بشر في نهاية الأمر. هذا النوع من الوظائف هل حيحدث عليه تغييرات أو لا؟ مش معقول اشتكي همومي لروبوت يعني. هو ما في شيء مستحيل. ممكن خاصه في عالم مثلا اذا انا مثلا طبيب نفسي اقول كيف استخدم التكنولوجيا بالطب النفسي. لا مثلا اذا استخدمتها في الميتافيرس مثلا انا اقدر اوسع نشاطي والبزنس مالي او عيادتي واخليها في الميتافيرس، ومعناته اي حد من كوكب الارض يقدر يتواصل معك. معناته انت استخدمت التكنولوجيا في علمك. نعم. شيء ثاني، في وظائف اكيد يعني نسبه كبيره بتختفي. خاصه الوظائف اللي ما تحتاج بعد انساني. وممكن التكنولوجيا تحل محلها. نعم. يعني مثل البواب مثلا او الحارس مثلا، حارس الكاميرات والذكاء الصناعي بحل مكانه. نعم. الكاشير نعم. مثلا حاليا كثير من البقالات او تترك لك انت عمليه على طول عمليه نعم. الدفع. فلذلك يعني هذا التقرير اللي صدر نعم. بناء على 6 خطوات رئيسيه او على 6 مبادئ رئيسيه اي واحد منا يبحث عن وظيفه ممكن نعم. يحتاج أن يتبعها. طيب جميل، خلينا نذهب في فاصل نرجع من بعده مشاهدين نتكلم عن نوع الوظائف اللي فعلا ما رح تختفي من السوق في 2040، وأنا مصرة على هذا النوع من الوظائف، وما هي الوظائف اللي ممكن تستغربوا أنها رح تكون مطلوبة في 2040 إذا كان توجهكم هو للأبناء. أين تتوفر أيضا فرص أخذ هذه المهارات حتى لو حدثت تغييرات من الآن وحتى العام 2040 ممكن نعيد تشغيلها أو حتى تفعيلها أو نعملها أبديت وتحديث بعد الفاصل. أعود لكم مشاهدينا من جديد في بين قوسين. أدوات كثيرة يستخدمها العلم اليوم في استشراف المستقبل من الناحية الوظيفية على الأقل. تظهر في العالم أيضا ربما علوم جديدة تساعد البشرية في أن تخلق وظائف جديدة تخدمها وتستغني عن أخرى قديمة.